ميلادي صحابي كانوا عاملين لي ميلادي فايف واي في مكان اسمه اسكا ماشي. كنا حاطين على انستغرام ماشي, وفي المسج ما بعتلناش اي انفورميشن ان هو ما ينفعش يدخلوا محجبات. مطعم في التجمع الخامس بالقاهرة بيمنع دخول المحجبات للمطعم, وطبعا حاطط قواعد جميلة زي دي: ممنوع دخول المحجبات وطرد 15 بنت كانوا حاجزين عيد ميلاد في المطعم علشان فيهم محجبات. وطبعا من حقه يحط القواعد اللي هو عايزها, وكمان من حقنا ان احنا كمان نقول رأينا في المطعم بما انها بقت كلها ماشية بالحريات. وبصراحة قواعد وقوانين غريبة جدا لما نبقى في بلد أغلبيتها محجبات وتلاقي مطاعم وكومباوندات وقرى سياحية ممنوع دخول المحجبات ليها, ده غير الشركات والمدارس الدولية والمستشفيات الخاصة اللي بتمنع توظيف المحجبات والمنقبات. طبعا ده واحنا أغلبية, أمال لو احنا أقلية كانوا عملوا فينا ايه؟ وده بيتنبأ بمستوى الضعف اللي وصلنا له كمسلمين لما نبقى أغلبية وبنتعامل بالأسلوب ده. وعلشان نتكلم بمنتهى الصراحة والشفافية, المكان اللي بيعلن ان هو بيرفض دخول المحجبات هو مكان بيقول للناس صراحة انا مكان غير محترم وما ينفعش ادخل حد لابس محترم عندي. والسؤال المهم, هو في قانون بيسمح للأماكن دي ان هي تعلن عن قرارات زي دي؟ عارفين كم الإهانات اللي بتحس بيها اي ست محجبة قررت ان هي وبمحض إرادتها تستغنى عن حاجات كتير في متعة اللبس وتخبي نص جمالها تقريبا بمحض إرادتها؟ عارفين بتحس بإيه؟ بتحس إن هي محطوطة في يافطة مكتوبة عليها ممنوع الدخول الحيوانات والمحجبات. هي بتشوف الجملة دي كده وبتسمعها بالطريقة دي, وكأن أي ست محجبة أو محترمة المطعم بيقول لها مش لايق عليكي إن أنت تدخلي المكان عندنا. وطبعا لو عايزين ناخد خطوة ناحية الموضوع ده, هندخل على خرائط جوجل ونكتب اسم المطعم وتقريبا اسمه إسكا, ومش عارف أنا نطقت الاسم صح ولا غلط. هنكتب الاسم ده وهندخل ندي المطعم ده تقييم 1, وعلشان كده هيقل ان هو ينتشر, لان في ناس بتستخدم الاسلوب ده علشان تعمل اعلان لكن بيبقى بصورة عكسية, واحنا من خلال التقييمات دي هنقدر نوصل لاكبر عدد من الناس ان احنا ما ندخلش المطعم ده. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة, واكيد مستني اراء حضراتكم تحت في التعليقات. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة اول باول.